السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. روافد الاستثمار في ولاية خنشلة متعددة ترسو عند قاعدة إحداث التنمية، نقدمها في المحور الأول للبرنامج. والمحور الثاني سيكون لقاء مع السيد والي الولاية، ونرحب أو أرحب بأصحاب المشاريع ضيوف نبضاء التنمية اليوم. أبدأ بالسيد يوسف عويجية، هو مستثمر في المجال السياحي، ونحن متواجدون في قلب المستثمرة التي رفعت عنها العراقيل. مرحبا بك سيد عويجي. شكرا ومرحبا بكم في ولاية خنشلة. أرحب كذلك بالحدادي محمد أكرم، هو مستثمر في مجال الأشجار المثمرة بالتكثيف. مرحبا بك. مرحبا بك، شكرا. أرحب كذلك بالدكتور نموشي سليم، هو مستثمر في المجال الصحي، صاحب مصحة مختصة في مجال أمراض الدم، أقول تصفية الدم وأمراض الكلى. مرحبا. مرحبا بكم وفي خنشلة وجميع الفريق. وأرحب كذلك بمستثمر رابع، هو في مجال الصناعات الغذائية، عثمان طارق. مرحبا بك سيدنا. مرحبا بك. مرحبا بك وشكرا. أهلا بكم جميعا. ولاية خنشلة أصبحت وجهة متميزة للاستثمارات لمقوماتها الواعدة في عدة مجالات حيوية. الموضوع لسفيان عجلت. خنشلة ولاية التاريخ والحضارة بمسيرة استرجاع السيادة الوطنية، والتي كانت مثال المقاومة والصمود في جبال الأوراس، ولا زالت شواهد التصدي واقفة كمعلم يروي بطولات أبنائها. وبمسيرة استكمال التنمية، الولاية التي خصها رئيس الجمهورية ببرنامج خاص في جميع المجالات، خاصة وأنها تمتلك مقومات طبيعية وبشرية معتبرة، فقطاع الفلاحة بداية من المنطقة الجنوبية أو صحراء الممشى، والتي تعتبر خزان القمح بإنتاج وفير، وكذلك توسيع وتنويع المنتجات من خضر وفواكه يعول عليها لتكون الممول الأول خاصة للحبوب، إلى سهول ملاق من قمودة وبوحمامة والمسارة، سلة التفاح بكل أصنافه، خاصة وأن بعض المستثمرين الشباب وبتعاونيات فلاحية باشروا توسيع وغرس أشجار التفاح بتقنية جديدة من شأنها رفع وتحسين كمية ونوعية المنتوج وتوفيره في الأسواق لمدة زمنية أطول. أما قطاع الصناعة بالولاية، ورغم التسهيلات ورفع العراقيل وتوسيع منطقة النشاط الصناعي ببابار وبغاي لجلب المستثمرين، يبقى هذا القطاع يشهد ركودا رغم توفير الإرادة لدى بعض المستثمرين الذين باشروا الإنتاج. أما الجانب السياحي، فالولاية مقصد وطني للسياحة الحموية، فحمام الصالحين وحمام الكنيف وبرك الكبريت بالولجة التي تحتاج إعادة التهيئة والتجهيز، إضافة إلى مؤهلات السياحة الجبلية، فخنشلة تمتلك أعلى قمة جبلية بشيليا وهي رأس كلتوم. فهذا القطاع الهام لابد أن يدعم بالمرافق اللازمة كالفنادق والقرى السياحية لجلب عدد أكبر من السياح من داخل الوطن وخارجه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الوجهة، وجهة خنشلة، وجهة سياحية بامتياز في مجال الاستثمار، خاصة في المجال السياحي. وأبدأ مع السيد يوسف عويجية، هو مستثمر في المجال السياحي. أسألك سيد عويجية في البداية فكرة المشروع، ولماذا يعني في المجال السياحي، علما أنك يعني في مجال الأشغال العمومية وشق الطرق؟ والله في ولاية خنشلة هي ولاية سياحية محضة، ولكن لا يوجد فيها مرافق مثل الفنادق وكذا. رأيت أن استثمر في مجال الفندقة، واستثمرت في فندق سياحي ببلدية الحامة ولاية خنشلة، والحمد لله قمنا بإنجازه في ظرف قياسي، وله في بنشاط جيد إن شاء الله، ونتمنى توسعات في مجال السياحة إن شاء الله. وش هي البطاقة الفنية بالنسبة للمشروع، يعني هذا المشروع في المجال السياحي؟ هو الإيواء لزوار بلد ولاية خنشلة، ونظرة للسياحة في ولاية خنشلة. تفتقر كثيرا للإيواء، لا يوجد فندق سياحي ليستقبل الزوار في ولاية خنشلة. نعم. سيد حدادي، شعبة الأشجار المثمرة بالتكثيف، وش هي هذا الشعبة؟ وأيضا نفس السؤال، يعني فكرة المشروع متى بدأت؟ نعم، كما تعرف ولاية خنشلة ولاية فلاحية مشهورة بالتفاح،
احنا استثمرنا في مجال التفاح باش نطوروا من هذه الشعبه. وهذه هي في مجال الاشجار يعني بالتكثيف، يعني تضم مجموعه من الاصناف يعني. ايه بيان سور، عندنا بليزيور فاريتي. الانتنسيف الهكتار يوصل 2083 بلون بار هكتار. اون اي ديجا 126 هكتار اكسبلواتيناها سي بون، اونتر بومي بواري بيشي. وما زلنا ان شاء الله يعني انتم راكم في اشجار التفاح والخوخ والايجاس. والايجاس والبلاكمين. نعم. دكتور لموشية، فكرة المشروع ما هي أيضا بالنسبة ليك، وما هي الدوافع التي جعلتكم تختصون في هذا المجال وفي هذا الاختصاص؟ هو يعني على كل حال يعني داخلة في إطار المهنة نتاعي بعد، وشفنا باللي الاستثمار في هذه العيادة راح يمد تكميلة القطاع العام ونمدوا إضافة خاصة مرضى القصور الكلوي اللي كانوا يعانيوا من نقص في ما في الاجهزه، وارتأينا ان نستمروا في هذه العياده اللي جعلنا منها قطب متكامل للاخذ بعين يعني بور لا بريزون شارج تاع لي مالادي رينال تاع الامراض الكلويه. الامراض الكلويه يعني درنا فيها مركز للتشخيص مكون من وحدتين، وحده للكشف الطبي بالايكوغرافيا باجهزه التشخيص، ووحده للكشف سي بور ليزاناليز ميديكال اون رابور افيك لي مالادي رينال، ووحده لتصفيه الدم لتاخذ بعين الاعتبار يعني المرضى اللي في مرحله متقدمه من القصور الكلوي. يعني بدايتنا ارتئينا انه يكون هذا المركز متكامل ياخذ بعين الاعتبار جميع مراحل امراض الكلى، ولا بريمير دي شوز يعني سي لا بريفونسيون يعني الوقايه يعني كي يكون عندنا تشخيص مبكر لجميع هذه الامراض التي تصل بهذا المريض لمرحله متقدمه اللي يفوت فيها عمليه التصفيه. حنا اترافير هذا المركز هذا نقوموا بعمليه الوقايه المبكره والكشف المبكر على جميع الامراض، ومن خلال الكشف المبكر يتم يعني المريض هذا نكونوا ديجا احنا رانا وجدناه انه ما يفوتش المرحله نتاع تصفيه الكلى الا في مراحل متقدمه جدا من العمر. نعم. مجال الصناعات الغذائيه مجال ايضا مهم جدا، خاصه في هذا المجال يعني نقول المجال الاقتصادي اليوم نتبحث على الصناعه التحويليه والصناعه الغذائيه. كيف لقيتوا كيف لقى روحه سيد عثماني يعني في هذا المجال، في مجال الصناعات الغذائيه؟ والله مجال الصناعة الغذائية احنا دخلنا فيه يعني كي حبسنا الاستيراد رحنا للصناعة. أول حاجة باش نوفروا مناصب الشغل، لأنه خنجلة ما فيهاش مصانع بزاف، يعني مازال ما كانش غير كيما بدات كيما نقولوا احنا. والحمد لله لقينا روحنا هكا. نعم. انتم في مرحله طبعا الانتاج والاستهلاك. متى بدا المشروع يعني ولا بوادر البدايه يعني في المشروع؟ سنه 2017. نعم. درنا كما نقولوا احنا اسسنا الشركه في سنه 2018، جبنا الماتريال 2019 درنا تما دي جي سي. 2020 بالنسبه لوحدات الانتاج. نعم. وحدات الانتاج 2020 انطلقنا. نعم، انطلقتم في المشروع في 2020. وهي ما كانت طبيعه التسهيلات يعني، ولا نتكلم على التسهيلات بمعنى يعني حتى المرافقه من طرف الدوله في مجال هذا الاستثمار؟ يعني الدوله تجي تقول لك واش تحتاج واش بغيت، وهنا هنا كاينه شويه تسهيلات تسمى كاينه تسهيلات، نقولوا تسهيلات كاينه، وشي هو كاين الوقت. احنا نلعبوا ديما على الوقت، لازمنا الوقت ديما كيما نقولوا احنا لو بلي فيت بوسيبل لازم ترياليزي لو بروجي، باسكو باش تروح ليكستونسيون، باسكو لي كونكورون تاعنا كيما نقولوا احنا شاك دو موا يحط اون لين تاع اكستونسيون تاع. احنا لقينا شويه تسهيلات لاباس صافا تما ماشي خاصة في مجال وحدات الانتاج، يعني جددتم وحدات الانتاج وراكم تخموا يعني حتى احنا في ليكستونسيون. هاي درك رانا في ليكستونسيون. واش تشمل يعني التوسعه؟ تقدر تعطينا هكذا لمحه عن التوسعه يعني توسعه تشمل مجال البسكوي بعد البسكوي الشوكولا شوكولا جو لي بونبون. نعم.
سيد لموشي، نتحدث عن طبيعة التسهيلات والمرافقة من طرف الدولة بالنسبة لاستثمارك. والله يا أخي العزيز، يعني ما ننفيوش أنه الحمد لله الدولة تاعنا دارت توت دي لوا يعني اللي تسهيل الاستثمارات هذه. ويعني هنا في خنشلة، نهضروا يعني على خنشلة بعد بالذات، ما يعني الحمد لله احنا كانت المرافقة من طرف المديرية تاعنا اللي هي مديرية الصحة اللي نشكروها بالمناسبة، كانت المرافقة من لوندي سي لوندي يعني مسكين فيها بالانفستيسمون. كانت ثانية أصبحت الوكالة الجزائرية للاستثمار، اللي أصبحت الوكالة الجزائرية يعني نثمنوا هذا المولود الجديد اللي زاد ضاف إضافة كبيرة لهذا يعني المجال تاع الاستثمارات. ويعني في يعني ينظرك يعني اونيفو لوكال في خنشلة، يعني واش راح نقول لك، يعني الحمد لله يعني الأبواب اللي نروحوا لها كامل نلقاوها تستقبلنا بصدر رحب. والاداره يعني الاداره المحليه كانت في خدمتنا يعني بكل صراحه، يعني بدون مجامله، تقعد انه كاين دي كومبورتمون تاع افراد متعلقين بالاشخاص، يا سلوكات وسلوكات يعني سلوكات معزولة. موجوده معزوله ما نقدروش نعموها، ولكن اون جينيرال الحمد لله يعني جميع يعني المديريات المتعلقه بالاستثمار الحق، يعني المديريات كانت في استجابه وكانت فيها يعني سرعه في دراسه الملفات. تقعد عند قلت لك سلوكيات تعلق باشخاص، ولكن يعني اون جينيرال الحمد لله يعني نشكر ربي سبحانه. فيما يخص الاجراءات، يعني ما طولتوش يعني في الاجراءات احنا الحصول على الاعتماد من طرفنا؟ شوف الاجراءات يعني على كلتها حال، بدات لنا بدينا لو بروجي بدينا في 2016 الاجراءات مع نحن الاجراءات تبدا باسكو سيتون اكتيفيتي كي ريغلومونتي، نبداو منظمه بالاعتمادات. الاعتماد تاع مديريه تاع وزاره الصحه الحمد لله يعني كانت سرعه في الاستجابه للطلب احنا الاشكال اللي كان عندنا كبير هو اشكالين. اشكال متعلق اولا بلي بيرمي دو كونستركسيون ولو بيرمي دو سيرتيفيكات دو كونفورميتي. هنا كان عندنا اشكال كبير، والحمد لله يعني هذا البروجي هذا بدا الاستغلال تاعو في 2022 مارس 2022. هذا الروتار هذا كان سي اون رابور بوكو بلوس، يعني كما رانا يعني اون لا كونستاتي في لا رياليتي سي لاكيزيسيون دو بيرمي، رخصه البناء والمطابقه، خاصه رخصه المطابقه. والحاجه الثانيه هي المواكبه تاع مواكبه كيما احنا لو سيرفيس بونكير، التطور اللي راهي الجزائر ان شاء الله تصبو اليه. كان شويه كان اون كيما احنا لي بونك هنا او نيفو لوكال خنشلا، انا جو بارلو نيفو لوكال، كانت شويه الابواب تاعها مغلقه اون فيزافي دي زانفستيسمون ريال. احنا نهضروا على الاستثمارات الحقيقيه، كانت شويه هذا هو العراقيد اللي لقيناها شوي، ولكن الحمد لله احنا يعني الشكر لربي سبحانه اولا، واللي ما يشكرش العباد ما يشكرش ربي سبحانه. احنا كي جا الرئيس دار لانستركسيون تاعو تاع لي ديليبيري ولي لي انفستيسمون، احنا اون اي لو بيرمي دو رخصه الاستغلال المطابقه هذه تاع البلديه في ظل هذا لي انستركسيون، اجراءات رفع العراقيل نعم. نفس التسهيلات اللي استفدت منها سيد حدادي، انا نتكلم خاصه في مجال المرافقه، يعني الان الدوله تولي اهتمام كبير للجانب الفلاحي ولا القطاع الفلاحي. دي اسعار المصالح الفلاحيه رافقونا في جابوا لنا لامني، داروا لنا تريسيتي لي ترونسفولي زيكيبمون حنا اللي درناهم. الحقيقه هضرت مع مدير المصالح الفلاحيه على لي فوراج باش يوصلنا ليكتريسيتي ليهم، وعدني باش يديرنا لينرجي سولار. المشاكل اللي عندنا احنا الشراكه الفلاحيه عقود الامتياز صافي دير احنا 99% فلاح 1%. المشكل في لونغري، لي زونغري رانا نشريوهم مارشي نوار صافي دير كي تروح المصالح الفلاحيه باش تجيب فيش سينياليتيك تجيب بها لونغري تخرج باسم الفلاح، ماهيش باسمنا احنا، تخرج باسم اللي عنده 1%، هذاك باع وراح. ما تعيط له على فيش سينياليتيك ما يروحلكش. دونك لونغري رانا نشريو فيه اونوار ونخلصوا لي سكورت سيلفا دامونياك 21% لازوت كان 450 راهو في 1250. دونك حنا ديجا اون اكسبلواتي 126 هكتار، رانا في 250 بلان باش توكلها. ولونغري على بالك لاغريكولتور مودرن
الشجره ما تعطيهاش الدواء الماء وحده، تعطيها الماء بلونغري شاك جور تشرب توكلها تعطيها الماء بليس لونغري. ان شاء الله نتكلموا مع الوالي يدير لنا رخصه استثنائيه ولا يدير لنا صافي دير الفيسيني عليك تخرج بسمنا نجيبو لونغري من عند الدوله حنايا. نعم. هذا ما كان. نعم. سيد عواجيه تحدث على استثمار كبير، انا نقدر نقول ضخم يعني بالنسبه انك تفكر في اقامه مشروع سياحي في ولايه خنشله، هذه ايضا اضافه ونقطه ايجابيه. ما هي طبيعه التسهيلات ومرافقه الدوله يعني في من اجل اقامه وانشاء مشروعك؟ نثمن قرارات رئيس الجمهوريه ووزير السياحه ووالي ولايه خنشله اللي قاموا بتسهيلات في انشاء مشاريع سياحيه، قدموا لنا كامل التسهيلات. سيد عواجيه انت الان نقولوا خنشله اللي يقول خنشله يقول مثلا حمام صالحين ولا منبع حمام صالحين. نعم. كيف راح يكون فيه ايضا بالنسبه لهذا المشروع السياحي، كيفاش راح تكون علاقتك؟ يعني انا نتكلم خاصه في مجال التشجيع وتحفيز الاقبال على السياحه الحمويه. والله هذا مشروع سياحي، حمام صالحين هو مشروع قديم والزوار كانوا ما يجيوش الزوار بزاف لحمام صالحين خاطر ما كانش مكان الايواء. الحمد لله عندنا فندق كبير هنا، عندنا فندق في الحامه، عده فنادق، والزبون يختار اين هو الفندق اللي يذهب له. نعم. ونحن سنذهب الى الدكتور سيد الموشي نذهب اليك نسالك، يعني هو نعرف انه حتى اختصاص امراض الدم وتصفيه الكلى او تصفيه امراض الدم والكلى يعني من بين الاختصاصات المهمه ايضا، وهي اختصاص من نوع خاص. كيف تم تكوين الاطباء على مستوى هذا المصحه؟ انا نتكلم خاصه بالنسبه لخريجي الجامعه الجزائريه اللي استفادوا حتى من مناصب على مستواكم. احنا اولا المناصب الشغل اللي تم لو ريكروتمون في لا كلينيك استنفروي دو استنفروي دو لونيفرسيتي الجيريان 2021. نبداو باغ اكزومبل بالقمه، احنا عندنا ميدسان نيفرولوج، ميدسان نيفرولوج سان سبيسياليست اون نيفرولوجي كي لو ديريكتور تكنيك دو سونتر، مدير تقني للمركز. عندنا اطباء التصفيه، اطباء التصفيه استفادوا من فورماسيون يعني كيما نقولوا حنا فورماسيون في اترافير اون كونفونسيون مع السي اش تاع النبأ، وان استفادوا من فورماسيون اون ماتير دو دياليز تصفيه الدم. تصفيه الدم يبقى انه جعلنا منها عياده حديثه، جعلنا منها عياده الكترونيه بصفه عامه. عندنا يعني باسكو كيما قلت هي اكتيفيتي شويه sensible. C'est une activité parapublique, mais privée. Parce que le malade il est pris en charge par les instances de la sécurité sociale. Nous remercions le Moudiria Al-Amma, le Sondok Al-Watani Al-Dama Al-Ijtimaï, ou l'Ojara ou l'Ghir Ojara. Le malade il est pris en charge de le transport de la maison, de l'Iyada, où il y a une amélie de suite de l'eau, et le retour de l'eau, le menzel de l'eau. يعني هذه كامل اللي بريز اون شارج بار ليتا الجيريان. كي نقولوا ليتا سي لي انستانس دو سيكوريتي سوسيال. قلت لك جعلنا منها انه عياده الكترونيه، يعني من لو دوسي ميديكال تاع المريض حتى لو دوسي ادمينستراتيف ولا جيستيون تاع المواعيد. تتكلم عن استخدام التكنولوجيات الحديثه في المجال الطبي سواء الطبيه وحتى الاداريه. حيث كانت لنا يعني الفرصه انه تعاملنا مع شركه من الجزائر العاصمه رائده في مجال التكنولوجيا، جاو هنا لخنشله داروا لنا اون فورماسيون جينيرال سو لا جيستيون دو لا كلينيك دون مانيير ا فاسيليتي لي تاش. خلينا نتكلم ربما على الاعتماد وتوظيف التكنولوجيا في مجال مشاريعكم. قبل ذلك انا ربما تكلمت على اهميه هذه المشاريع من اهميه احداث التنميه، ولكن اهميه انها توفر مناصب الشغل. انا تكلمت على التكوين بالنسبه للاطباء، الفرصه ايضا كانت في ولايه خنشله من خلال رفع العراقيل التي طالما طبعا واجهت المستثمرين الخواص في هذه المشاريع، ولكن خلقت ديناميكيه جديده واعطت حتى دفعا قويا في ملف التشغيل على ضوء مساعي الانعاش الاقتصادي بولايه خنشله. اذا كاين بزاف شباب استفادوا من مناصب الشغل. نستمع. الحمد لله على المشروع هذا اللي بعث عجله التنميه في ولايه خنشله سيرتو في مجال الصحه، حيث كان بزاف شباب ينتميوا لقطاع الصحه لكن بدون مناصب شغل. الاستثمار هذا خلاني انا وخلى جماعه من صحابي بزاف الحمد لله لقاو مناصب في مجال تخصصهم. الحمد لله ان شاء الله كاين بالك كما نقولوا
استثمار واحد اخر اللي يخلي مناصب شغل واحده اخرى الناس تلقى مناصب في مجال تخصصها. هذا المشروع كما نقول سيت مشروع خاص سيت ان بلوس بور لا بوبولاسيون تاع قيس سي لو بروميي سونتر في هاد لا ريجيون ليوفر مناصب شغل للعمال ووفر عليهم عناء الانتقال من هذا المكان الى اماكن مجاوره سيغتو لي زورجونس. بالنسبه للمصنع هذا راهو انا يعني في حد ذاتي نشوف فيه يعني كما نقولوا نقص علينا البطله، كما انا ما كنتش لاقيه خدمه والحمد لله راني براس اكثر من 6 شهور وانا هنا. الحمد لله اليوم رانا نشوفوا اللي كاين بدات تبان نتائج هذا الاستثمار وهذا العمل اللي كانت فيه تسهيلات كبيره كذلك من طرف الحكومه والدوله الجزائريه. ان شاء الله نتمناو انه مستقبلا تكون فيه تسهيلات والتعاون يعني يكون فيه خاصه لفائده هذه الفئه التي تحتاج كثير من الدعم. العديد إذن من الشباب استفادوا من مناصب الشغل على مستوى ولاية خنشلة، كيف على مستوى مشروعك سيد عثماني؟ والله احنا بدينا الاول شويه كيما نقولوا احنا درنا ريكريتمون لقيناش اللي العامله اللي مؤهله كيما نقولوا، جبنا اجانب علموهم. الايام الاولين كان المصنع الاول هذا كان يمشي كيما نقولوا احنا فيه يد عامله اجنبيه. نعم. درك استغنينا عليها. يد العامله الاجنبيه صاي استغنينا عليها. كونا اسمها شباب وقدروا يخدموا ولقيناهم تما لقيناهم في لا بون فوا كيما نقولوا هنا تما دي زانجينيور جاونا جامعيين دي ستاجيير ومن بعد ولاو قعدوا يخدموا عندنا يخدموا معنا تما كيما نقولوا هنا في المصنع. والحمد لله اليوم رانا عندنا 84 طفله رانا في 84 طفله وماشيين في الزياده. كيف الخبرات؟ انت تكلمت عن الخبرات الاجنبيه في مجال التكوين، هل في خبرات اجنبيه ايضا في مجال الانتاج؟ انا اتكلم على شراكات مثلا، حتى قانون الاستثمار الجديد اكد على اهميه اشراك هذه الخبرات والشراكات الاجنبيه يعني في مجال الاستثمار. في مجال الانتاج احنا جبنا اليد العامله الاجنبيه تسمى كما نقولوا احنا كاين 4 بيرسون هما اللي علموا لوزين كامل. يعلموا لي جروب لي تروا جروب يعلموهم هما وتما فورس ولاو صافا. حتى الخبرات الاجنبيه سيد طارق يعني نتكلم عن الخبرات الاجنبيه ناكد على هذا الاطار سيد حدادي، بالنسبه للخبرات حتى الاجنبيه نقصد حتى بالنسبه لاصناف الاشجار يعني انتم ما راكم يعني تجيبوهم حتى من دول اوروبيه من ايطاليا مثلا يعني عندنا بليزير فاريتي من ايطاليا يعني هذو الاصناف احكينا على عندنا بليزير فاريتي تاع التفاح بليزيير فاريتي تاع لونجاز عندنا بالنسبه للخبرات الاجنبيه عندنا حتى ديزانجينيير يتبعونا من الخارج نجيبوهم يكونوا العمال تاعنا لهنا في لاطاي في الكريفاج هي اليد العامله في وقت الكريفاج نوصلوا ل 20 30 اوفري يدير الكريفاج في وقت لاطاي كيف هذه هي والحمد لله. الحمد لله. سيد عواجية كمستثمر الآن نسأل يعني كيف حتى أيضا اللي كانت فرصة بالنسبة للشباب تاع ولاية خنشلة لأنهم يستافدوا يعني من مناصب الشغل على مستوى هذا المستثمر السياحي. الحمد لله عندنا حوالي 80 منصب وفي السياحة الجزائر للجزائريين والعمال هنا من كل أنحاء الجزائر ليس من ولاية خنشلة ولكن يمتد إلى تيزي وزو الجزائر العاصمة غردايا إلى كل مناطق الجزائر يشتغلوا هنا في الفندق والحمد لله كل العمال جزائريين وليس أجانب والحمد لله. كيف في دورات بالنسبة للعمال سي عواجية؟ والله عمال هنا مثل أبنائي ليس عمال نعامل العمال كيبناء نحن خاطر يقوموا بالإيواء هنا في الفندق الأكل هنا في الفندق والعمل في الفندق نحن عائلة هنا وليس عمال. نعم دكتور لموشي هل من اتفاقيات يعني في الأفق خاصة بتكوين الطلبة في المجال الطبي؟ والله احنا نتشرف العيادة اللي ميزة احنا يا العيادة تاعنا سميناها اون كلينيك سيتويان يعني اللي على ديسبوزيسيون نتاع الشعب الجزائري كامل
من هذه الفئه الطلبه اللي في حقيقه الامر جاوا اتصلوا بنا حابين يديروا دي ستاج دوره تكوينيه ولكن في المرحله هذه ان شاء الله نشوفوا مع المديريه تاعنا سي لا اون بوسيبيتي ريغلمونتير انه احنا نقدروا نهزوا هاد الطلبه مرحبا بهم حنا اوني سي ستان بلوس لينا حنا الابواب راهي مفتوحه وستان بلوس سيد عثماني الباب مفتوحه بالنسبه للاتفاقيات مع الجامعه مراكز التكوين المهني بالنسبه لنا مفتوحه ديما مفتوحه تعاملتوا من قبل مع الجامعه تعاملنا معاهم اها تعاملنا معاهم بعثونا لي ستاجير نتاع باش يديروا ستاج تخرجوا من الجامعه باش يديروا ستاج عندنا حنا جاو كاين اللي داروا 15 جور كاين اللي داروا 3 موا كاين اللي داروا 6 موا وتكونوا وتعاملوا مع الاجانب فهموا واش كاين كيما نقولوا حنا كيفاش يمشي المصنع خاصك حاجه اول كيما نقولوا حنا الحاجه الاولى في خنجله ما كانش مصنع كيما نقولوا حتى البرودوي اليمونتير الاول الوحيد على مستوى ولايه خنجله الوحيد جاونا من سوق هراس من قسنطينه باش جاو تكونوا هنا عندنا نعم مجال الصناعه الغذائيه هو الوحيد ولكن في مجال الاشجار الاشجار الكثيفه او في مجال خاصه شعبه التفاح ما شاء الله يعني نقول مساحات يعني تمتد حتى القدره المستغله كانت 126 هكتار هكذا 126 تراب ليكسبلواتاسيون تاعنا فيها 250 هكتار لوبجيكتيف تاعنا نوصلوا ل 400000 بلون واش نقصدوا بالتكثيف سيد حدادي واش نقصدوا بالتكثيف معنا بون بكري الهكتار يخدموا الكلاسيك الهكتار يهز 500 400 شجره دونك دركا لاغريكولتير مودرن دارت لانتونسيف سوبر انتونسيف لانتونسيف دير بين شجره وشجره غير متر برك متر ديرها باليسي دير لها تربطها دير لها باليسي تريدريسيها نعم ودير امتر بين شجره وشجره يخرج لك امير بروديكتيف. وش هي الافاق الخاصه بالنسبه للمشروع يعني خاصه شبكه الحمايه من البرد من البرد او غرف التبريد؟ بون شوف في المستثمره تاعنا الري بالتقطير كوفرت 100% الكوت ا كوت 120% 100% بقى لنا الفيلي اونتيغرال فيلي اونتيغرال ان شاء الله هنا كشمال العام الجاي ولا نخدموا فيه. بالنسبه لغرف التبريد؟ ايه بقى لنا قلت لك لوبجيكتيف تاعنا نوصلوا 400000 بلون نديروا لي شومبر فرواد ونديروا في لي اونتيغرال نكوفريوها كامل. على المدى القريب يعني. ان شاء الله باسكو حاجه لازمه. خاصه غرف التبريد. ايه بيان سير لا خاصه في لي اونتيغرال. ايه لازم لازم لازم. غرف التبريد لماذا؟ لانه حتى نحافظ على المنتوج ونخم حتى ولا نفكر في التصدير لما لا يعني التصدير او التحويل التسويق التحويل ثاني تهضرت مع البارح مع تاع الولايه قال لي على ما ديروش ان يوزين ديروا تحويل عن بالك قداش التفاح يطيح الشجره ما عندها سير بوا طيح التفاح هذاك التفاح ترجعوا دي كومبوت ترجعوا شامبوان ترجعوا دير تحويل صناعه تحويليه الصناعات التحويليه فوالا هي هذه وبالنسبه للتسويق تسويق المنتوج يعني المنتوج يعني نقول ما شاء الله يعني اطنان واطنان يعني من لا تسويق نسوقوا هنا في الجزائر ان شاء الله حنا لا برودكسيون ان شاء الله العام الجاي باش ندخلوا لها البروجي بدا 2020 ان شاء الله العام الجاي ندخلوا لا برودكسيون دائما هي افاق بالنسبه للمشروع ان شاء الله نعم اخر سؤال ربما نوجه يعني في المحور الاول يعني كمستثمرين ابدا معك ايضا كما بدات معك اختم معك سيد عويجيه كمستثمر طيب كيف تنظر اليوم للامتيازات اللي اقرها قانون الاستثمار يعني قانون الاستثمار في نسخته الجديده كيف تنظر اليها كمستثمر باختصار فقط والله رئيس الجمهوريه وزير السياحه ولي قدموا كل التسهيلات في الاستثمار وحنا الحمد لله استفدنا من الامتيازات ونثمنوا هذا المشاريع ونتمنوا اكثر ونتمنى خشله تزيد في السياحه وهذا هو نعم شكرا سيد حدادي كمستثمر كيف تنظر لهذه الامتيازات اللي جات في قانون الاستثمار الجديد؟ والله السيد رئيس الجمهوريه دار تحييد ايه لولايه خنشله لولايه خنشله بروجرام سبيسيال ان شاء الله يرافقونا ان شاء الله الوالي ولا يعاونونا في
يعني سيبونسيون في لي اونتيغرال ولا في لي شومبر فرواد ولا يرافقونا هذه هي. نعم. دكتور لموشي. والله يعني كما قال عمي يوسف حنايا استفدنا من الإيفاءات الجبائية في مرحلة الاستغلال اللي كانت في إطار قانون تاع لوندي لونسيان. دوكا بعد اطلاعنا على القانون الجديد هذا لقينا فيها باللي خاصة في القانون المرسوم التنفيذي 298 22 في المادة 20 تاعو ليكستونسيون تاع لي مومبر دو 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 سياج لوكال زادوا فيه لا دوا زادوا فيه زادوا فيه عضو من البلديه زادوا فيه عضو من مديريه املاك الدوله زادوا فيه اعضاء جدد اللي راح ان شاء الله يمدوا ان بوست كيما نقولوا احنا يدفعوا يعني دفعه للامام باش يزيدوا يشجعونا انه باغ اكزومبل نروحوا ليكستونسيون انه يذللوا شويه العراقيل تكونوا في اريحيه في اريحيه كي نتعاملوا مع هذا والحمد لله على كل حال وش هو يعني سامحوا لي يعني اذا نقدر نمد طلب باختصار فقط باختصار يعني حتى امر السيد عثمان انه احنا في الدومين تاع الموندياليز انا جامري بيان اتيري لاتونسيون تاع لو بوفوار بيبليك تفضل انه كما قلت قبيله انه لا بريزون شارج تاع المريض اللي 100% اسيوري با لي انستونس لا سيكوريتي سوسيال الوغ كو لي فورفي دو لا سيكوريتي سوسيال بقاو هما عندهم دوكا فوق 20 سنه الوغ كو ليفوليسيون مراجعه وتحيين مراجعة. احنا نتمناو انه يديروا تحيين الاسعار تاع لي سيونس دي موندياليز باش يعطيونا حنايا متسع انه نقدموا الافضل اللي عندنا للمريض هذا. نعم نامل ان يجد طبعا ان شاء الله هذا الانشغال الاذان الصاغيه عند السلطات المختصه خاصه في المجال الصحي يعني نقصد وزاره الصحه شكرا. وايضا حتى جانب التغطيه الاجتماعيه والتامين الاجتماعي. سيد عثماني احنا نديروا دعوه للمستثمرين يجيو الخنجله بعد يستمروا فيها. نعم شكرا جزيلا. دعوه انه جاء طبعا المستثمرين الجادين لانه هذا هو العنوان الابرز اليوم في الجزائر في مجال الانعاش الاقتصادي المستثمرين الجادين الحقيقيين. شكرا جزيلا لك سيد عثماني طارق انت مستثمر في مجال الصناعه الغذائيه. اشكرك دكتور لموشي سليم انت صاحب ايضا مستثمر في المجال الصحي صاحب مصحه في مجال تصفيه امراض الدم والكلى. اشكرك حدادي محمد اكرم مستثمر في زراعه الاشجار المثمره بالتكثيف. واخيرا اشكر السيد يوسف عواجيه مستثمر في المجال السياحي. كنا نتحدث عن قانون الاستثمار الجديد وبهذا العنوان الابرز اصبحت حتى البيروقراطيه وعراقيل الماضي ممنوعه بوسم هذا العنوان. فرفع التجميد عن المشاريع الاستثماريه حقق منح تصاعدي وخلق حتى ارتياح واسع في اوساط المستثمرين. نستمح. الدولة دعمتنا اعطتنا لي فوراج واعطتنا قوت قوت واعطتنا البسنات لاباس رحنا في رحمة ربي. المشكل نتاعنا شوية في التريسيتي ما ناقصين في التريسيتي وعندنا المشكل في التريزاسيو. الواحد كي يحب يدير التريزاسيو نتاع الفوراج طبطة بزاف والفلاح يتعب مع التريزاسيو ما يجي يحفر حتى يعطش الجنان. هذا هو المشكل نتاعنا. هذا المشروع يعني استثماري أنشئ منذ يعني من انطلاق الأشغال تاعو كانت منذ بداية السنوات. يعني في البداية تلقينا شوية عراقيل على هذا الاستثمار وبعد ما جت يعني العام هذا اللي قبل 2021 اتصلنا بالهيئة يعني في مديرية الصحة لولاية خجلة ولقينا تسهيلات. يعني هذه التسهيلات اللي خلاتنا باش نترغبوا نزيدوا في المشروع هذا اللي زاد في المنطقه يعني عدة بلديات ومجاوره ولايات مجاوره. بالنسبه لعدد العمال يعني كل وين تزيد تخصص في هذا المركز يزيدوا مناصب العمل. عدد المناصب يعني ما يقارب تقريبا 40 منصب وان شاء الله نوصلوا في التوسعه الى ما يقارب 70 منصب. ضيف الجزء الثاني سيد والي ولايه خنشله سيد يوسف محيوط. مرحبا بك سياده الوالي شكرا على قبول استضافه نبضه التنميه. مرحبا بكم الى ولايه خنشله. هذه الولايه العزيزه على كل الجزائريين هي ولايه مجاهده هي ولايه الشهداء هي ولايه المعارك الكبرى. اذا بالمناسبه يعني احييكم مره اخرى ونشكركم كذلك على هذه الاستضافة حتى نعطي بعض المعلومات وننور الرأي العام والرأي المحلي
على كل شيء اللي راه يندار على مستوى هذه الولاية. أسألك في البداية سيادة الوالي على برنامج التكميلي للتنمية الذي أقره السيد رئيس الجمهورية، المعلوم بأنه شمل عديد القطاعات من بينها قطاع الأشغال العمومية، الصحة، قطاع السكن، النقل كذلك، أين وصل؟ إذن بالنسبة للبرنامج التكميلي الذي أقره السيد رئيس الجمهورية، أولا أذكر أنه الاهتمام يعني الكبير اللي خصص على هذه الولاية خلته أنه يعني يعقد أول مجلس الحكومة على مستوى ولاية خنشلة، وهذا يعني لأول مرة يعني هذا الشيء يندار على مستوى الولاية. ثانيا برنامج معتبر، برنامج ثري، برنامج يشمل كل القطاعات سواء كان قطاع يعني الأشغال العمومية، لأنه الهدف منه من هذا البرنامج هو فك العزلة على هذه الولاية، إذن بالتدخل على مستوى ازدواجية الطريق حتى نحلوا نافذة على طريق السيار، السكة الحديدية التي يعني رايحة تنجز وبدأت الأشغال فيها واللي تربط ولاية خنشلة بعين بيضاء، مدينة عين بيضاء في أم واقي، فيه مشاريع كبرى في الري، مثلا لما نتكلم على السدود نذكر أنه فيه سد على مستوى واد الأزرق اللي رايحة إن شاء الله عن قريب تنطلق الأشغال تاعو. إذن فيه كذلك من ناحية تاع الطاقة، من ناحية تاع الفلاحة، يعني تطوير الفلاحة على مستوى هذه الولاية، وحنا نعرفوا أنه هذه الولاية يعني لافوكاسيون تاعها هي فلاحية. من بين الأراضي الفلاحية الموجودة عندنا أكثر من 250 كيلومتر مربع، 50,000 كيلومتر مربع، هي يعني صالحة للزراعة، يعني حوالي 33%. لما نزيد يعني نمشي نقول أنه حوالي 71,000 كيلومتر اللي هي مسقية، يعني حوالي 28%. إذن راكو تشوفوا أنه هاد النسب المئوية راهي يعني تنزل، وحنا الشيء اللي رانا حابينه هو نعاودوا نطلعوا هاد النسب المئوية حتى نوصلوا يعني النسبة الكبيرة، وهذا ب يعني الاستثمارات اللي موجودة في برنامج التكميلي تاع السيد رئيس الجمهورية اللي خلينا نزيدوا نوسعوا يعني هاد الـ يعني الأراضي الفلاحية حتى تولي صالحة إن شاء الله للزراعة. جيد، نتحدث دائما عن برنامج تكميلي سيادة الوالي لولاية خنشلة للتنمية الذي أقره السيد رئيس الجمهورية، المعلوم كذلك أجدير بالذكر والإشارة أن تنفيذ البرنامج يتم حصريا بواسطة أداة الإنتاج الوطنية، بمعنى سيادة الوالي؟ إذن الحمد لله، هذا وش يعني أنه المؤسسات تاعنا يعني ولات في المستوى اللي تقدر تنجز مشاريع كبرى على مستوى الوطن. نتكلم لما نتكلم على كوسيدار، لما نتكلم على بعض المؤسسات هي اللي راهي تتكفل بالإنجاز. ونزيد نذكر يعني قبل ما نكمل في الفكرة، نزيد نذكر أنه بالنسبة للبرنامج تاع السيد الرئيس يعني نقوله أنه 80% تاع هذا البرنامج عرف الانطلاقة، ما بقي إلا 20% اللي رانا نرفعوا العراقل حتى إن شاء الله عن قريب تنطلق كلها، تنطلق كل البرنامج ينطلق يعني 100%. نرجع للمؤسسات الوطنية اللي راهي تنجز سواء في الطرقات، سواء في يعني السكة الحديدية، سواء في الكهرباء الفلاحية،
يعني شركات وطنية اللي يعني بالمناسبة راهي تخلق لنا مناصب شغل يعني مؤقتة في الإنجاز تاع هذه المشاريع. إذا عدد معتبر من المشاريع من المناصب الشغل راهي غير مؤقتة، راهي في يعني نشوفوها ونشاهدوها مع يعني الشباب. سيادة الوالي، صدرت في العدد 60 من الجريدة الرسمية قائمة المناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة يعني في مجال الاستثمار. خنشلة تظهر في من بين 9 ولايات في الهضاب العليا. هذه طبعا هذه الولايات تستدعي اهتماما خاصا أو مرافقة خاصة. كيف ستتم المرافقة على مستوى ولاية خنشلة؟ إذن صدر كما قلتم القانون الجديد للاستثمار، وكاين فيه جديد أولا وين فيه تصنيف تاع بعض البلديات، يعني كاين الجنوب الأكبر، كاين الهضاب العليا، وكاين بعض الولايات المعنية ب يعني تشجيع الاستثمار فيها. احنا الحمد لله خنشلة راهي محظوظة مادام انه راهي من بين 9 الولايات اللي يعني لازم نسجعوا الاستثمار. وفيه كذلك الجديد هو انه الاستثمار كذلك راه مفتوح للاستثمار الاجنبي. اذا بالنسبة لنا لابد انه نعطي بعض يعني الأرقام، لأنه في البرنامج التكميلي فيه مبلغ مالي اللي يفوق 400 مليار، وهذا مخصص إلا لتهيئة 10 مناطق دي زون داكتيفيتي، مناطق النشاط حتى نخلي يعني المستثمرين نوفر لهم كل الشروط باش يعني يجيو يستثمروا في هذه المنطقة. فيه عينة من المستثمرين اللي نجحوا في هذا المجال على مستوى ولاية خنشلة، وهذا راح يزيد يشجع الاستثمار بالتدخل تاع الدولة فيما يخص التهيئة أو تهيئة المناخ حتى نسجعوا الاستثمار. تتحدثون سيادة الوالي على مناطق النشاط، يعني بصورة خاصة بماذا تحظى مناطق النشاط المصغر، النشاطات المصغرة، يعني خاصة الآن برنامج الإنعاش الاقتصادي توجه إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، لك فيه اهتمام في هذا الإطار؟ هو في الحقيقة فيه 10 مناطق تاع النشاط وفيه كذلك مناطق مصغرة، وهذا يعني بأمر من سيد رئيس الجمهورية في اللقاء الأول مع الحكومة، ولات مع الحكومة أخذ قرار أنه في كل ولاية ولا في كل بلدية ولا بد أنه تكون منطقة نشاط مصغرة، une micro zone d'activité، وهذه المناطق المصغرة موجهة خصيصا لبعض الشباب اللي يحب يستثمر ولكن الاستثمار تاعو ماهوش كبير. مثلا شباب عنده مثلا 300 مليون 400 مليون في السابق، لما يجي الشاب يدير استثمار صغير نقول له نعطيه لك 3 4 5 قطارات، يقول لك انا مانيش بحاجه الى هذه المساحه. العكس، انا يا مثلا راني اقتنيت يعني كما نقولوا اليه اللي تخليني ندير استثمار صغير. اذا هذا يعني المناطق المصغره او الميكروزون مخصصه الى الشباب الراغب في يعني الانطلاق في الاستثمار الصغير، ثم بعد ذلك لما يعني يمشي في الاستثمار تاعو ويوسع الاستثمار يصيب يعني منطقة النشاط اللي ممكن يزيد فيها يوسع النشاط نتاعو. إذا
هاد الشيء رانا ماشيين فيه، وهاد هاد يعني لي ميكروزون راهم يعني كما نقولوا حنايا مولين من طرف لو اف سي سي ال، رايحين رانا في الدراسه، وان شاء الله عن قريب سوف ترى النور ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه للوضعيه للتطهير العقاري، يعني انتم تتحدثون عن الاستثمار بالحجم الصغير بالنسبه للشباب، بالنسبه للحجم الكبير كان الناس استفدوا من اوعيه عقاريه، ولكن يعني ليسوا مستثمرين جادين، ليسوا مستثمرين حقيقيين. كيف تم تطهير الوضعيه على مستوى ولايه خنشا؟ بالنسبه للتطهير الوضعيه فيه هناك لما كان الاستثمار يندار في السابق، كاين بعض يعني المستثمرين اللي طلبوا يعني مساحات كبيره، ولكن ما استثمروش لانه ما كانش عندهم الامكانيات، والنظره تاعهم ما كانتش رايحه للاستثمار. اذا طلب منا انه نديروا يعني تطهير، والحمد لله التطهير راه جاب يعني فايدة، جاب نتائج، لأنه قدرنا نريكيبيري يعني مساحات كبيرة في هذا الإطار. وسوف إن شاء الله مع يعني صدور هذا القانون الجديد تاع الاستثمار، سوف هذه المساحات الأوعية المسترجعة سوف تستعمل للمستثمرين الحقيقيين اللي عندهم رغبة يعني حقيقية في الاستثمار. الاستثمار خاصة في المجال الفلاحي، شعبة الأشجار المثمرة حققت يعني حتى نتائج ملموسة، سيادة الوالي على مستوى ولاية خنشلة، كيف تتم مرافقة الفلاحين المستثمرين في هذه الشعبة يعني؟ إذن بالنسبة للفلاحة، وأنا تكلمت وقلت أنه الاستراتيجية تاعنا إن شاء الله سوف تكون في الاستثمار الفلاحي، لأنه منطقة يعني عندها مؤهلات اللي تخليها يعني باش تكون رائدة في الإنتاج الفلاحي. نعم. لابد أنه نعرفوا أنه في البرنامج التكميلي تاع السيد رئيس الجمهورية فيه استثمار معتبر في الجهة الجنوبية تاع ولاية خنشلة، حيث يعني أنشأنا تسعة محيطات فلاحية اللي رايحين نمدوها تمدت للشباب. وحنا هنا في ولاية خنشلة معروفة بمحيطات الشباب، فيه حوالي 900 كيلومتر من ناحية تاع الاستثمار في الكهرباء الفلاحية. فيه استثمار في يعني إنجاز يعني كما نقولوا احنا أبار ارتوازية اللي تخلي يعني الفلاحين ولا الشباب يعني يخدم في ظروف حسنة. فيه كذلك برنامج تاع مسالك محسنة حتى نخلي هذا الشباب يدخل ويتنقل داخل هذه المستثمرات. والحمد لله الأمور راهي ماشية، وإن شاء الله إن شاء الله نوصلوا للهدف تاعنا، هو يعني نخلقوا قطب فلاحي على مستوى الجهة الجنوبية. ثانيا فيه كذلك يعني تمتاز ولاية خنشلة وفي منطقة بوحمامة، ولكن لما احنا نقولوا منطقة بوحمامة هذا الشيء رايح ممكن يتوسع على بعض المناطق، لأنه رانا نشوفوا النجاح تاع منطقة بوحمامة خلات مدت المثل، وراهي تتوسع تدريجيا إلى مناطق أخرى وهي إنتاج التفاح. الانتاج التفاح فيه مرافقه تاع الدوله، لانه فيه دعم تاع الدوله. نعطي على سبيل المثال انه من بين 700 طلب تاع انجاز ابار ارتوازيه، يعني اليوم وصلنا ل 50% تاع يعني طلبات، يعني اعطينا لهم يعني ترخيص باش يعني
فيه كذلك وتكلمت في البدايه على البراج تاع واد الازرق اللي راح يزيد يعطي الدعم لهذه الشعبه. والهدف تاعنا ان شاء الله هو انه الشعبه يعني منطقه بوحمامه ترجع يعني قطب وطني بالنسبه لانتاج التفاح، ولما لا وقلتها يعني قطب عالمي، لانه نعطي بعض المعلومات. اليوم الجامعه تاع عباس الغرور راهي يعني خلقت كما نقولوا احنا ماستر على مستوى الجامعه، ماستر لانتاج التفاح. نعطي بعض الامثله كذلك، بعض المعلومات. هذا الماستر ولا هذا التخصص فيه يعني قدرنا نفتحوا 50 يعني طالب، ونقول انه جاونا 200 يعني يا 200 200 اللي جاونا باش يعني يسجلوا في هذه الشعبه، وحنا ما عندنا الا 50 بلاس. في مجال التسويق سياده الوالي، في مجال التسويق، تسويق هذه الشعبه. في مجال التسويق نرجع غير نكمل الفكره. اذا معناه انه فيه تعطش تاع هاد الشباب اللي غوض الغمار في انتاج التفاح. بالنسبه للتسويق هناك كذلك في البرنامج تاع السيد رئيس الجمهوريه انجاز السوق الجمله اللي انطلقنا فيه، واللي ان شاء الله قبل يعني سنه رايحين نستلموه باذن الله ونوضعوه تحت التصرف تاع المنتجين حتى يقدروا يسوقوا يعني بصفه يعني منتظمه هذا المنتوج هذا. وقلت في البدايه انه في البرنامج كاين فيه طرقات وكاين فيه يعني شومان دفار، وهذا الشيء راح يخلي كذلك هذا المنتوج يوصل الى الولايات الاخرى، ولما لا الى التصدير يعني للخارج. نزيد نعطي معلومه انه هذا الاختصاص اللي تفتح على مستوى عباس الغرور على مستوى الجامعه فيه يعني ان بارتناريا مع الجامعات تاع بولونيا، لانه بولونيا معروفه تجربتها رائده يعني. عندها تجربه كبيره، وحبينا انه التجربه هذه ان شاء الله نديروها في بوحمامه. نعم، توصف إرادة السيد الرئيس الجمهورية طبعا في إقرار هذا البرنامج بالنية القوية وحتى بالإرادة السياسية القوية والصادقة، يعني امتدت إلى ما الآن عرفناه يعني لعام كامل، هو رفع العراقيل والتجميد عن المشاريع التي كانت نائمة وعادت إلى النور من جديد. كيف هي الوضعية بالنسبة لهذه الحظيرة، حظيرة المشاريع التي تمت التي رفعت عنها العراقيل وعدد المناصب حتى المستحدثة يعني في مجال الشغل؟ إذا اليوم لما نتكلموا على الاستثمار بصفة عامة، وإذا كان نحبوا ننجحوا في يعني هذا البرنامج تاع الاستثمار، لأنه السيد رئيس الجمهورية في البرنامج تاعو تاع السنة هذه 2022 راهي مخصصة إلا لإنعاش الاقتصادي، لابد أنه ننتهيو بصفة يعني نهائية من البيروقراطية. إذا كان انتهينا من البيروقراطية أنا نظن أنه نديرو قفزة نوعية في مجال الاستثمار. تتذكروا لما السيد رئيس الجمهورية خد قرار لرفع بعض العراقيل في بعض يعني الاستثمارات، النتيجة كانت يعني يعني ما شاء الله كثير، وفي كل ولايات كثير من يعني المستثمرين دخلوا حتى في يعني الاستغلال تاع الاستثمار تاعهم بعد ما كانوا يعني مجمدين لسنوات طويلة واكسبوزي الامور هذو البيروقراطية. إذا لازم تكون اليوم عندنا إرادة، وهذا القانون تاع الاستثمار الجديد راح ان شاء الله يرفع اللبس على بعض
يعني العراقيل وبعض سوء الفهم، وإن شاء الله رايحين نمشي للأمام. لأنه إذا كان اليوم حبينا نربحوا معركة تاع الاقتصاد لابد أنه نمشيو في الاستثمار، لأنه إلا الاستثمار اللي رايح يخلق الثروة، وإلا الاستثمار اللي راح يخلق مناصب الشغل. إذا إن شاء الله إذا كان التزمنا يعني بالشفافية وبالقانون ونحيو هذه العراقيل البيروقراطية، ما يكون يعني الهدف إلا النجاح إن شاء الله. إن شاء الله. تحدثنا عن مجال الاستثمار الصناعي، سنختم طبعا سيادة الوالي، تحدثنا عن مجال الاستثمار الصناعي، المجال الفلاحي، ماذا عن الاستثمار السياحي؟ نحن متواجدون حتى في قلب مستثمر سياحية تم رفع العراقيل عنها. ولاية خنشلة فيها مؤهلات اللي تخليها تكون يعني ولاية سياحية بامتياز، لأنه أولا عندنا يعني أكبر يعني منبع شفاء، أنت تقصد يعني نتكلم على لو ماسيف فورستي، يعني لا 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 الثروة الغابية، أو الثروة الغابية من أكبر الثروات الموجودة في شرق البلاد. وهذه الثروة الغابية فيها حوالي 150 نوعية من النباتات، سواء كانت عطرية أو صحية. إذا فيه يعني حتى من هذا الجانب فيه يعني مجال للاستثمار من ناحية هذا الجانب، ولابد أنه ناخذها بعين الاعتبار. فيه مناطق سياحية، فيه تعرفوا حمام صالحين، تعرفوا جبال شيليا، تعرفوا حمام كنيف وهو حمام اللي يقولوا له تاع لا فابور اللي البخار، يعني البخار، العلاج بالبخار، العلاج بالبخار ماهوش متواجد يعني وين، يعني في ممكن يكونوا متواجدين الا بعض العينات على مستوى الافريقي. اذا كل هذه المناطق ان شاء الله سوف ان شاء الله ترمم، وسوف ان شاء الله نديروا لهم لي زاميناجمون باش نزيدوا نسجعوا وننميوا هذا الجانب تاع السياحه. كلمه اخيره سياده الوالي. كلمه اخيره نقول لكم بارك الله فيكم، نعاود نشكر يعني كل اللي راهم يسمعونا على المباشر واللي يشاهدونا على المباشر. وانا اقول ان بالنسبه للمستقبل، سواء كنا في هذه الولاية أو في ولايات أخرى، لأنه اليوم شفنا أنه فيه إرادة كبيرة وعزيمة كبيرة، واليوم كذلك رانا on a pris conscience باللي ما كاين إلا العمل والتفكير والإرادة اللي توصلنا ان شاء الله للاهداف، باش نكونوا نلعبوا الدور يعني على المستوى الجهوي من ناحية الاقتصادية، ولما لا على المستوى العالمي. شكرا جزيلا لك سيد والي ولاية خنشلة سيد يوسف محيوت. شكرا. باسم الفريق نشكرك على كل التسهيلات التي قدمتها لفريق على برنامج نبض التنمية لتقديم هذا العدد هنا بولاية خنشلة. ما تبقى لي طبعا إلى أن أرفع تحية فريق العمل، السيد رئيس التحرير حمو بعري وعمر، إلى أعداد أخرى نبض التنمية تم، شكرا لكم.